مساء الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش بكره ان شاء الله هيكون قدام سان داونز في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد ما نجحنا في حسم مباراه الذهاب بهدفين دون رد عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن. ماتش بكره ان شاء الله هيكون الساعه 3 العصر على ملعب لوكاس موريبي، لكن الحقيقه ماتش 3 العصر المره دي ما يخوفش، لان المباراه هتكون بتتلعب في درجه حراره 22 درجه مئويه. الجو دلوقتي في جنوب افريقيا وتحديدا في مدينه بريتوريا كويس قوي، لان هم في فصل الشتاء عكس اللي عندنا هنا في فصل الصيف. نتمنى ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه بعد ما كسبنا مباراه الذهاب بهدفين، ونكرر الانجاز اللي عملناه الموسم اللي فات لما اقصينا برضو سان داونز من نفس الدور بعد ما كسبنا مباراه القاهره 2-0 وتعادلنا هناك 1-1. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش بكره بعد عوده علي معلول وحمدي فتحي للقايمه، هم صحيح مش هيقدروا يشاركوا في مباراه بكره ان شاء الله، لكن هم ابتدوا يخشوا في التدريبات الجماعيه وان شاء الله هيكونوا متواجدين بدءا من مباراه السوبر الافريقي قدام نهضه بركان المغربي يوم الجمعه الجايه في قطر. الحقيقه الفريق الفتره اللي فاتت يعني كان عنده مشاكل كتير جدا في مسابقه الدوري، ضغط ماتشات كبير واصابات كتير ولاعيبه بعيده عن مستواها، لكن الحمد لله الفرقه ابتدت ترجع تدريجيا اهو، زي ما شفنا قبل كده بدر بنون رجع للقايمه وايمن اشرف وكمان محمود متولي اللي كان غايب بقاله فتره طويله جدا، لكن بيستمر غياب محمد محمود ومعاه كمان غير محظوظ كريم نيدفيد اللي بيعاني من اصابات كتير متكرره ابعدته عن الفريق لفترات طويله جدا. وان شاء الله بكره كل اللعيبه عندنا ثقه فيهم ان هم يقدموا مباراه كبيره تحافظ على حظوظ النادي الاهلي وفرصه في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي بعد ما كسبنا البطوله التاسعه في السنه اللي فاتت على حساب نادي الزمالك. تربيتسو موسيماني اتكلم عن مباراة بكرة الحقيقة بمنتهى المنطقية وقال ان مباراة الذهاب طبعا نتيجة جيدة، ولو كان حد سألني قبل المباراة لو كسبت بفرق واحد او اتنين هل دي نتيجة جيدة؟ قال طبعا نتيجة جيدة، لكن ده ما يمنعش ان هي مجرد شوط اول لمرحلة التأهل لنص النهائي، وبكرة ان شاء الله هيكون موجود الشوط الثاني اللي هيكون صعب جدا عن الشوط الاول. طبعا سان داونز كان بيلعب يعني ماسك كورة علينا في مباراة الذهاب وكان شكله الى حد ما ماسك كرة اكتر مننا، لكن المهم اللي حصل ان احنا قدرنا نكسب بفرق جونين وحافظنا على نظافة شباكنا بعد تألق كبير جدا لمحمد الشناوي اللي استعاد جزء كبير من مستواه بعد الإصابة بفيروس كورونا كده، والفترة اللي رجع فيها ما كانش موفق إلى حد ما، لكنه كان واحد من نجوم مباراة سان داونز في الذهاب ومعاه كمان أليو ديانج. وبالمناسبة حساب محمد الشناوي على تويتر اتسرق ونزل عليه كلام كده، يعني البعض ربطه بان هو ممكن يرحل عن النادي الاهلي، والكلام ده مش حقيقي خالص، يعني الراجل موجود معانا ومكمل مع الفريق، كابتن الفرقه اللي دايما بيتباهى وبيعتز بوجوده في النادي الاهلي، وهو دايما على قدر المسؤوليه ومتواجد معانا وعقده ساري ومكمل مع الفريق. نرجع لماتش بكره ان شاء الله اللي عندنا فيه حاجات كتيرة قوي نفسنا نعملها، لكن الأهم هو إن احنا نخرج ببطاقة التأهل للدور نص النهائي، والكلام بقى على الأداء والمشاكل اللي موجودة إن شاء الله تتحل مع الوقت. احنا كل همنا في الفترة دي إن الفريق يخرج بأقل الخسائر، احنا الحمد لله لسه دلوقتي كل حظوظنا قائمة في المنافسة على كل البطولات رغم التراجع النسبي في الأداء والنتائج اللي يعني إلى حد ما بت شوية في مسابقة الدوري، لكن يعني ملحوقة إن شاء الله. قدامنا لسه بطولة دوري أبطال أفريقيا بننافس فيها، وإحنا إن شاء الله على أعتاب دور نص نهائي. مسابقة الدوري لسه مكملين فيها، وإحنا دلوقتي في المركز الثاني على بعد 4 نقط من الزمالك، ولسه كمان عندنا ماتشين مؤجلين، ومسابقة الكاس لسه متواجدين فيها وحظوظنا قائمة في الحفاظ على الثلاثية الموسم ده إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله نحافظ على الثلاثية في الموسم ده، ويبقى للموسم الثاني على التوالي بنحقق الثلاثية والفريق يكون عند حسن ظن الجماهير وتطلعاتهم الكبيرة جدا، ونرجع مرة تانية للمشاركة في بطولة كأس العالم ونحقق النجمة العاشرة إن شاء الله. إن شاء الله نشوفكم يوم الجمعة الجاية قبل مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي، ويلا أهلي.